السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان. صلى الله في هذه الحلقة هذه بنوريكم يعني شنو تقديت هذه السيمانة هذه شنو قديت من القرية. المهم القضية كانت عامرة بزاف عندك البلاصة اللي يعني موالفين كيكون واقفين فيها الناس كيبيعوا وكيشريوا يعني شتم سادينا ما عرفتش علاش يعني ذاك الساحل الكبيرة اللي كيكونوا فيها الناس ما يسادينا وناس خارجين برا كاملين دونك قضية مزاحمة بزاف. المهم أول حاجة غنوريكم يا اول حاجه خديت كلشي كيعرف هادي ما ديتش معايا الكاجو راه كاع الناس دابا كيعرفوا شنو هي هادي. اول حاجه خديت هو هذا البوراس هذا هذا غيبان الكمال يقول لي تاهو هذا بحال هذاك خونا هذا بوراس هذا الطوير هذا عجبني وخديته طلعنا شو ولا ذكر ما على باليش انا عجبني غير الفورما ديالو هذا الراس الكبير ديالو اللي ديما يمكن غادي يخليه بانه يكون ذكر يعني على امض يعني انا كنظن انه هو يكون ذكر. المهم هذا خديته هذا يعني عجبني على حسب ذاك الراس اللي عنده ثمن شحال الاخوان يعني راه باقين غاليين خديتو تقريبا ب يعني 80 درهم كاينين ديال 70 ديال 50 ولكن ناقصين بزاف من 80 درهم للفوق غتاخذوا شي حاجه اللي يعني مصوفيه ونقيه وهذا كما كتشوفوا طيط بلونش هذا راس بيض وهذا ها هو حتى هو غندير نفس القضيه ان شاء الله يعني نصوفيه ندير ليه يعني ديك الانتي ستريس ديالو والماكله ديالو وان شاء الله ونكمل معكم الفيديو اوكي. دونك نطلق هذا بعدا نصاوب ليه الامور ديالو نصوفيه يعني دابا نحيد ليه الستريس اللي فيه وهاد الروينه اللي داز منا وان شاء الله نكمل معكم الفيديو اوكي. دونك ها هو كما تشوفوا ديما كنحط كلشي يعني كنحط الوكاله العاديه الشرابه العاديه ولكن في الارض هاي الوكاله الماكله في الارض والمصنع في الاخوان يعني باش يدي على كلشي يدي على الوكالات اللي يعني اول مره غادي يشوفهم والشرابات اللي اول مره غادي يشوفهم يعني يعني باش يبقى يجرب ويقلب هما كيبقاو يقلبوا دونك غيولي يعرف الشرابه ويولي يعرف الوكاله وغادي يبقى ديما ياكل من هذه اللي لتحت ويعني هاد اللعيبه اللي فيها الماء دونك الا حيدنا ليهم حيدناه ليه يعني من بعد حيدنا هاد الامور هادو بجوج هاد الماكله والماء غيمشي ديما عارف كاين هنا الماء وعارف هنا كاين الماكله دونك باش يعني يتعود على الامور وان شاء الله باش ملي نتلقاو هنايا الاخرين يعني يكون عارف شنو كيدير. وثاني حاجه خديت هي هاد نيكتون اس كما كتشوفو هنايا نيكتون اس هاد نيكتون اس هذا عباره على يعني ملتي فيتامين علاش صراحه عجبني هذا وخديتو بغيت نجربو يعني كتفرجت في واحد الدوكيمونتير صراحه و يعني في واحد حديقة ديال الحيوان وديك الحديقة ديال الحيوان فيها يعني بزاف طيور الى اخره يعني ويعني ملي كتشوف هذاك كيفاش كي يعني كيهتموا بهم يوميا يعني في الماكله ديالهم كيعطيوهم هاد نيكتون اس دونك ملي قلت يعني يعني حديقة ديال الحيوان كاينه في المانيا يعني وكي كيعطيوهم هاد المواد هادو دونك بانهم يعني عارفينهم ان زعما هاد المواد هادو يعني ممتازه ومزيانه يعني يعني الطيور ديالهم يعني لي بيروكي نسورا دوك يعني بزاف الامور يعني اللي بزاف الانواع ديال الحيوانات كما كتشوفوا هنا دونك وبهذا يعني حتى الكنار غادي يكون يعني مزيان ليه يعني حتى هو يعني في 25 غرام هذا كاين يمكن اللي كبر منه ولا 35 هذا في 35 غرام يعني في جميع يعني ال يعني الفيتامينات اللي كيحتاجهم الطير كما كتشوفوا هما هادو جميع الفيتامينات اللي فيه وفيه حتى الكالسيوم كما كتشوفوا فيه حتى الكالسيوم هذا خدتو هانتوما كما كتشوفوا مكتوب داكشي بالمانيا كما كتشوفوا يعني غرام واحد يعني سبون واحده يعني معلقه واحده ديالو هاد المعلقه يمكن غتكون في الوسط معلقة واحدة في 250 مليلتر ديال الماء ولا يمكن و 100 غرام ديال الماكلة يعني الباطي ولا الحبوب ولا امور بحال هكا
يعني كاتبين هذوك الامور كامله اللي خاصه. ملي تشريو الاخوان يعني ديما قلبوا على لادات، هذا راه باقي حتى 2018. انا غادي يعني نخدم بيه غير في البيريود ديال البداله، يعني الوقيته ديال البداله غادي نخدم بيها، يعني الفيتامينات اللي خاصهم غنولي نعطيهم اليوم من هاد البرودوي هذا ديال نيكتون اس. حاجه اخرى كما قلت لكم، ديما شوفوا التاريخ والثمن ديالو، تقريبا راه خدتو ب80 درهم، و يعني 80 درهم وغتقدروا تلقاو اكثر من 83 درهم، على حسب يعني. ماشي غنقول لكم عاد من تمشي، ولا تبقى تمشي واحد السيد اللي مشيت عندو انايا يقدر يزيد لكم هاد 10 دراهم ولا 15 درهم. المهم انا باعو ليا يعني ب80 درهم. شوفوه من الداخل كيفاش داير، باقي مسدود، ها انتوما كيفاش كتشوف. المانيين صحاب المانيين ما كيضحكوش في هادشي، فهمتي؟ ماشي بحال لي برودوي ديال السبليون اللي فيهم الكونترفاسون بزاف، هادشي ديال المانيا. ها انتوما شي مسدود مزيان، نحلوه هنا قدامكم، شوفوا البودر ديالو كيفاش داير. هاي الله يلقى، هاي المعلقة ديالو ديال جرام واحد. نقدر دابا نستعملو هاد المعلقة بزاف د الحوايج باش نعمرو بيها جرام. وهادي جرام واحد لي غنخلطو يعني مع الحبوب، ولا مع يعني الباطي، ولا مع شي حاجة أخرى لي كنطيو للطيور ديالنا، يعني مرة ولا جوج في السيمانة ضروري. دونك هذا ان شاء الله باش غادي نحيدو كاع من نخليها مرة. هذا ان شاء الله هو باش غادي يدوزو على الطويرات، يعني البدالة دابا راه اكثرية في البدالة، ان شاء الله هذا باش غادي نعاونهم باش يدوزو البدالة مزيان ان شاء الله ويخرجوا منا بخير. ثالث حاجة خديت هي دابا انا تقريبا يعني سالات عندي مدة ديال 6 شهور، يعني تلقيح ضد يعني القميلة، ولا يعني لي يعني الأمور ولا دوك الحشرات الصغيرة. خديت فرونت لاين، هذا هو الشكل اللي كتجي عليه فرونت لاين، يعني كنت دويت عليها المرة الأولى ولكن ما كانش عندي ديك الساعة متوفرة، كانت عندي في الماء. دونك هذه هي كيفاش دايرة فرونت لاين ديال القطاط ديال المشاش، هي هذه، ها هي، ها هي مكتوبة فيها فرونت لاين كومب كومب، هي هذه شا، ها هي سبوت اون شا، فيها 0.5 مليلتر. شو الاخوان، وها هو التاريخ ديالها، يعني بقى صالح، هي هذه الاخوان. الثمن ديالها يعني بحال ديما غنقول لكم خدتها ب60 درهم، ولكن ملي غتمشيو تاخدوها غتلقاو تقدروا تلقاو اكثر الاخوان، يعني ما نضمنش لكم انكم غتلقاوها يعني ب60 درهم حتى نتوما، فهمتوا الاخوان. حاجه اخرى يعني كما قلت لكم طريقه الاستعمال راه كتوريتها ونعاود نقولها ماشي مشكل، هي دابا انا هذه غنشدها، يعني كتشوفوها شويه ديال الماء اللي فيها، شويه ديال الماء اللي فيها، غادي نديرو في اطرو ونص ديال الماء، غنديرو في اطرو ونص انا، وغادي نرش على الطويرات ديالي ان شاء الله. ملي غادي يعني نرش على الفريخات ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش يعني غنوجدها، وكيفاش غنحضرها، وكيفاش غادي نعطيها، غادي نرش عليهم. وحتى هاد ان شاء الله هاد البرودوي هذا حتى هو نهار غنبغي نعطيه، غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش غادي ندير ليه وكيفاش غادي نعطيه للطويرات ديالي. دونك اخوان هذا ما كاين، هادشي اللي خدنا هاد السيمانة هادي من السوق، السوق كان عامر يعني فيه كلشي الا الكناري ديال الكولور، ما فيهش يعني بزاف ديال الحوايج ناقصه، اكثر هي اللي داخل هما لي مونداراما اليو بيروش ويعني والحسون والكناري البلدي، راه مشير الكناري البلدي راه هز بيديك ورجليك، وزيد عندك الوطواط والحداد حتى هو راه بوجود. مي الكناري كولور ولا شي حاجه اللي باقلاق، شي حاجه اللي زوينه والناس يعني غادي يجيو ياخذوها بعشاقه، صراحه ما كاينش قليل. دونك هذا ما كاين الاخوان، ان شاء الله حتى نديرو حلقه يعني ونشوفوا كيفاش غادي نقدموا هاد الامور هادو، وكيفاش غادي نابليكيو هاد البرودوي هذا، يعني اما قريب يعني غيكون فيديو قريب.
يعني فهاد السيمانة إن شاء الله. دونك ما يعني ما بقى يعني كنتسنى في القميلة حتى بالنسبة لهذا، كنتسنى يعني القميلة حتى تكثر واحد شوية، تبان لي يعني بدات في القناة ديال سبيتو، القناة ديال القفوزة وداكشي، باش نرش على يعني على كل شيء دقة واحدة، يعني يموت البيض ديالها، يموت تموت هي يعني، ونتهنى منها يعني واحد 6 شهور اخرى عاوتاني يعني ان شاء الله، ولا يعني من هنا حتى يعني ملي يبدا عاوتاني التفراخ عندي. دونك هذا ما كاين الاخوان، اعانكم الله، والحلقة الجاية ان شاء الله.